هو ده الحل الوحيد. هو انت عايز ناخد كفني وطاطي الواد ده؟ ده انا اقتله احسن لي. يا رامي ولا هطاطي ولا حاجة، ما تكبرش الموضوع. بعدين احنا لما اشتغلنا على الواد ده هو اكتشفنا ان هو من الصعيد، والجماعة في الصعيد الى يومنا هذا بيقتنعوا بالدية وبالطار وبالحاجات اللي بالشكل ده. والواد ده مش سكته فلوس، لان لو سكته فلوس كان قبل بالعرض المالي اللي تقدم له في الاول. العقل والمنطق بيقولوا ايه يا رامي؟ ان احنا نطاطي للموجة لغاية لما ناخد اللي احنا عاوزينه ونعمل له اللي هو عاوزه، وبعدين بقى يبقى نشوف هنعمل فيه ايه. ولكل حدث حديث. وانا مش هعمل كده، ده كلب ولا اسوه؟ انتوا بجد عايزين اعمل كده؟ انا عندك هنا اطراح في ايه؟ انت هتعمل اللي وصفي بيه بيقول عليه وبالحرف، فاهم ولا لا؟ ولا هتفضل مستخبي في البيت زي النسوان وخايف تخرج للواد يعمل فيك حاجه؟ انت شايف اللي انت بتعمله ده هو ده الحل؟ عندك حل تاني؟ انا مش عايزه ابني يتكسر قدامنا كده زي ده. يا فندم يا فندم، هو ابني زي ما هو ابنكم بالظبط، والموضوع كله هيخلص بشكل ودي يا رامي. هنطاطي للواد كده شويه وناكل بعقله حلاوه وخلاص ننجو بابننا. طب وافرض بقى ان الواد ضحك عليكوا انتوا الاثنين وعمل حاجه في ابني؟ لا انا مش موافقه، ده كان هيقتله في الحبس. ما هو كمان يا جماعه امه هي اللي ماتت، والواد شاف امه والبيبي يدوس على رقبتها زي ما مصر كلها شافته. قول لي يا وصفي، الواد موافق؟ اعتبر ان هو موافق، ده شغلي. ما هو خلي بالك من حاجه، لو كملنا في المحاكم ابنك هيكون الضحيه، موقفنا ضعيف. طب انا هفرض معاك ان احنا هنتنازل عن القضايا اللي احنا وقعناه فيها، تقدر تقول لي بقى ازاي هنقنع حسام انه يتنازل عن قضيه شروع في قتل اللي عملها له؟ اعتبريه ان هو اتنازل، وما تنسيش يا هانم اننا محامين زي بعض، عندنا لغه مشتركه. حسام ايه؟ حسام ده انا امره فورا انه يتنازل. على فكره بقى، حسام لا بالتفاهه ولا السذاجه اللي انتوا متخيلينها انتوا الاثنين. خلاص يا هانم، خلوا حسام بيعنب معايا ويرفض يدينا التنازل، وانا بقى اطلع له البلاوي والمخالفات اللي عاملها في المؤسسه ومحدش عارف حاجه عنها، ده حتى عزازي بيه ما يعرفش حاجه عنها. لكن يلا مش وقته لكل حدث حديث. لا استناني يا وصفي، مخالفات ايه اللي انت بتتكلم عليها؟